يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الإخوة أن من قرأ سورة الأنبياء قبل النوم لمدة 7 أيام وكان مصابا بالعين فإنه يرى الذي عانه في المنام، ويقولون إن هذا مجرب، فما حكم هذا وهل يعد بدعة؟ هذا خرافة لا أصل له، هذا خرافة لا أصل له ولا يلتفت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في نهار رمضان جعل ينظف أسنانه بعود معه. والعبرة ليست بالتجربة، العبرة بالدليل، هات لنا دليل على هذا الكلام ولا يخالف، أما تقول هذا مجرب التجربة ما تكفي. نعم.